ازيكم عاملين ايه؟ اول درس من دروس الملامح في كورس البورتري. هنرسم النهارده العين بكل تفاصيلها ان شاء الله بطريقه سريعه. استنوني، ما تنسوش اللي ما عملش سبسكرايب للقناه يعمل ولايك وشير على الفيديو واي كومنت، وهرجع لكم تاني بتفاصيل درس النهارده. وهنبدا اول درس من دروس الملامح عشان بعد كده ان شاء الله نبدا نرسم البورتري كله على بعضه. زي ما وعدتكم ان احنا هنشتغل بالتفصيل، كل ملمح لوحده بالزوايا بتاعته بكل حاجة. طيب اول حاجة هنبتديها رسمة العين عشان تبقى حقيقية معايا، او عشان تبقى نقرب ان هي تبقى حقيقية او باينة معانا. زي ما اتفقنا ان معظم الحاجات الملامح محتاجة للتظليل، عشان كده اتعلمنا في الدرس اللي فات ازاي نظلل صح. يا رب تكونوا كلكم طبقتوه واتفرجتوا عليه. مفيش تدريب في اول الدرس دوت زي الدرس اللي فات، خلاص احنا المفروض ان احنا اتعلمنا ان قبل اي رسم او قبل اي حاجه ان احنا هندرب ايدينا. تبداوا تعملوا خطوط بقى، كيرفات، دوائر، زي ما تحبوا، لمده مثلا 10 دقائق 15 دقيقه لغايه ما ايديكوا تمشي شويه. او عارفين اي حد بيلعب مثلا رياضة لازم يسخن الاول، هو ده بالنسبة للفنان بالظبط. احنا لازم نسخن الاول قبل ما ايه ما نشتغل. طيب انا هبدأ ارسم لكم رسمة للعين، وبعد كده نشوف بقى ايه اوضاع مختلفة للعين، اللي بص لفوق واللي بص لتحت. نقرب بس شوية كده. العين من الاكتر الحاجات اللي انا بحب ارسمها، سواء عين الانسان او عيون الحيوانات انا بحب ارسمها قوي. فيعني نشتغل مع بعض، هحاول ابسطها لكم قوي لان احنا لسه برضو في البداية. مش هندخل في تفاصيل جامدة قوي غير ان شاء الله بقى اللي حابب بقى بعد كده قدام ان شاء الله. بس هوريكم اساسيات، طبعا احنا السن متفاوت معانا، و في صغيرين، في كبار، في ناس اول مره ترسم، في ناس لا عندها فكره عن الرسم. انا هحاول ابسط لكم الموضوع، يعني العين تبقى لحد ما كويسه وفي نفس الوقت بطريقه بسيطه. طيب اول حاجه اتفقنا عليها ان احنا بنرسم العين بيبقى كيرف كده. خلاص. طيب في بقى عندنا كمان العين من تحت عامله كده، واخده كيرف شويه. بس انا ليه سبت المكان ده؟ عارفين في بروس صغنن كده اللي هو بيبقى فيه زي كيس او حاجه في حرف العين عندنا، تمام. هنبدا نعمل الجزء الصغنن ده، بيبقى فيه حته كده صغننه. طبعا برضو زي ما احنا ماشيين من اول درس خالص ان احنا بنرسم كله بخطوط خفيفة، وبعد كده لما نتأكد ان كل الخطوط دي احنا عايزينها نبدأ ان احنا ننتقل. ماشي، انا بعمل شوية بخطوط تقيلة شوية عشان يبان في الفيديو، لكن احنا يدوبك نشتغل الخط يبقى احنا بس اللي شايفينه، مش عايزين اي حد تاني يشوف. بس طيب في بقى هنا جزء رفيع كده موجود في العين. بس النني بتاعنا، النني بيبقى عامل ازاي؟ العين من جوه بتبقى عبارة عن دايرة كده، وداخلها النني بتاعنا. ماشي، داخلها ايه؟ النني بتاعنا. طيب عمر ما العين يبقى باين فيها الدايرة بتاعت النني دي كلها الا لو حد مبرق قوي. دايما او في الغالب بيبقى في جزء منها، بصوا لو رسمنا العين على دي، بصوا بيبقى في جزء. هجيب لكم بس قلم تقيل شوية عشان تشوفوا.
لو رسمنا العين على دي، شوف اي تاسف معلش اهو، ادي اهي بصوا في الجزء اللي باين منه، غطى حته من فوق وحته ايه، ممكن يبقى متغطي كمان حته من تحت او باينه حسب بقى العين دي واسعه العين ضيقه. طيب احنا هنتخيل ان احنا هنعمل دايره، جزء منها بره وجزء منها ايه جوه. ادي مثلا الدايره بتاعتنا خلاص كده، اه خلاص كده. طب احنا بقى مش عايزين اللي بره ده، للاسف الشديد الفيديو فصل وانا برسم وانا بزلل، فهعيد لكم الاول. انا كنت خلصت تزليل وجايه اشوف الفيديو وصل لفين، لقيته كان قفل اصلا، فهنعيد من الاول. هعمل لكم بقى زاويه جديده، هقول بس نقرب الفيديو سنه، دي العين اللي انا رسمتها او زللتها وانتم مش معايا، فهنعيد تاني. احنا قلنا بنرسم الاول الجفن اللي فوق، بعد كده الجفن او العين من تحت، ده جزء كده بيبقى رفيع كده، لو بصيتوا في عين في عينيكوا في المرايه ولا حاجه هتشوفوه، ده جزء بيبقى فيه حته شبه كيس كده صغنن. طيب احنا كنا وقفنا او الفيديو فصل عند النني، احنا قلنا احنا بنرسم الدايره بتاعت النني ما تبقاش واضحه كلها في العين وهي مفتوحه غير لو مبرق قوي بقى، فاحنا بنعمل الدايره مثلا نني هنا، فانا هعمل الدايره بتاعتي مثلا كده. تخلي بالكم برضو ان حجم النني يبقى متناسب مع حجم العين، يعني ما اعملش مثلا عين كبيره قوي والنني صغنن قوي كده، فلا يعني متناسب معايا اهو، مثلا متغطي من فوق سنه من تحت ملامس ليه، او ممكن كمان يتغطى من تحت سنه حسب العين ضيقه او واسعه. طيب عندنا دايره برضو لونها اسود كده في نص النني، خلي بالكوا واستنوها مع الدايره اللي انتوا ايه عاملينها في الاصل. انا كده مثلا خلاص تمام بالنسبه لي، همسح بقى الايه الزياده اللي فوق دي انا مش عايزاها. بس فانا دي بقت العين عندي. الفيديو فصل مني تاني فوقفت ورجعت بقى تاني، هنقول هنكمل العين اللي احنا عاملينها. عايزه اقول لكم برضو حاجه، انا العين اللي انا عملتها دي عملتها في وقت سريع جدا، تعتبر سكتش. العين بقى بشكلها اللي هي اللي يديك احساس ان هي طبيعي قوي، ده محتاج ساعات عشان يتعمل تظليل بقى بالراحه واماكن اضاءه وتفاصيل جوه النني وتفاصيل جوه العين نفسها، فده كله يعتبر سكتش سريع او بس ايه يعني حاجة قريبة يعني. لكن احنا عشان نرسمه بقى باحترافية اكتر، ممكن ابقى اعمل لكم فيديو مثلا للعين بس لوحدها وتفاصيلها. احنا عايزة بس الفيديوهات التعليمية بتاعتنا تبقى سريعة وما تطولش عليكم وما تزهقوش، مش كل الناس عايزة توصل لمرحلة اللي هي الطبيعية البحتة، فده الفيديو للناس دي. لكن لو حابين بعد كده ان انا اعمل لكم فيديو تفصيل بقى بتفاصيل التفاصيل، بس هيبقى طويل شوية، ابعتوا قولولي ومفيش اي مشكلة. طيب احنا رسمنا العين، انا عملت الجفن بقى ده قبل ما الفيديو يفصل.
قلنا الدايرة اللي في النص دي بنحاول تبقى في سنتر النني، او الدايرة اللي احنا عملناها قبل كده نحاول نوسطنها، ما تبقاش صغنونة وما تبقاش كبيرة قوي، يعني نسبة وتناسب. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ هنحدد اماكن الاضاءة بتاعتنا اللي هي لساعات الاضاءة دي، اللي احنا ممكن بنعملها كده بنسيبها، وممكن بتتعمل بعد كده بالقلم الجل الابيض لو متوفر عندكم. مش متوفر عندكم زي حاليا بنحدد مكانها، وبرده كويس. يعني انا مثلا ممكن اعمل الاضاءة بتاعتي هتبقى مثلا في الجنب ده المرة دي مثلا، والجنب ده كأن الإضاءة جاية من قدام العين شوية. تمام، أنا حددت مكانهم أهو. المكان اللي بحدد إن هو فيه الإضاءة بتاعتي ما بجيش جنبه خالص طول ما أنا بظلل، يعني ما يجيش فيه أي تون ولا أي حاجة، يبقى نضيف تماما. إيه كمان ممكن؟ ما يبقاش شكله مستقيم قوي كده، ممكن إيه يعني نخليه فيه تجزيعة مثلا، أو فيه ميل، بحيث انه يبقى شكله طبيعي اكتر. انا بس اعمل بالاستيك الرفيعة دي، انتك مش بستخدمها كتير بس يعني ايه بيجي لها بقى مناسبات. يعني خلاص هبدأ بقى ايه اظلل. اول حاجة طبعا الجزء اللي في النص ده بيبقى غامق تماما. انا زي ما قلت لكم انا بعمل بشكل سريع، مش اللي هو البروفيشنال قوي قوي، احنا لسه برضو بنتعلم في الاول. انا هشتغل ومش هتكلم كتير غير لو محتاجة اقولكوا على ملحوظة او حاجة، او اقولكوا انا بعمل ايه عشان تركزوا اكتر معايا. العين من فوق او الجفن ده بيبقى رامي دايما ظل على العين نفسها، هيبقى الجزء ده غامق شوية. هنبدأ ندي النني من جوه درجة فاتحة، خفيفة خالص خالص، عشان بعد كده نبدأ نتقل في أماكن وأماكن. بتبقى كلها يعني درجة واحدة عشان ما يجيش بعد كده تضايقنا حتة اتقل في اماكن احنا مش عايزينها. وانا برضو ما جيتش ناحية لساعات الاضاءة اللي احنا حطينا. طيب احنا اخدنا ازاي نعمل الدايرة شوية، او ازاي نخلي بالنا من تظليلها ان يبقى شكلها دائري، بس نعيد كمان. يعني مش هنظلل كده من الحروف بتاعت الدايرة شوية. انا بحاول ابسطها لكم بحيث تبقى الفكرة واصلة لكم وفي نفس الوقت سريعة.
انا كل شويه ببص على الفيديو اهو عشان ما يفصلش زي المره اللي فاتت او المرات اللي فاتت. مش عايز يطلع الفيديو ده ليه؟ كده حاسه ان انا محتاجه اتقل تاني من فوق هنا. جوه النني نفسه بيبقى فيه تفاصيل كتير جدا، وحسب لون العين وحسب شكلها وحسب الاضاءه بيبقى فيه تفاصيل كتير قوي. زي ما قلت لكم محتاجه وقت طويل عشان نطلعها عين شكلها حقيقي 100%. فاحنا هناخد بس ايه، مجرد نبذة يعني. احنا ممكن نحط بس ايه يعني زي خطوط بسيطة كده. اهم حاجة الحتت الاضاءة دي لازم الخط بتاعها ده يدوب مع التظليل، ما ينفعش يبقى باين ان هو خط. انا طول ما انا بظلل بدوب فيه. عن اي حاجة كل ما بنحط فيها تفاصيل كل ما بتبان حقيقية اكتر، مش بس العين. انا شخصيا بحب قوي التفاصيل بس مش وقتها يعني. طيب هنعمل بقى هندي درجة للعين من جوه. انتوا هتقولوا لي طب ما دي اصلا الجزء ده ابيض. لا، برضو بيبقى فيه زي اضاءة وفي تقسيم معين، مش كلها بتبقى نفس الايه الدرجة. هندي تون خفيف خالص زي ما قلت لكم. درجات اللون او التونات دي بتحتاج ان هي تتدوب مع بعض، ما ينفعش يبقى فيه خط فاصل، لان كمان المنطقه بتاعت العين ديت من جوه ناعمه جدا. الجزء دوت في العين اللي هو بيبقى عامل زي الكيس، لونه بامبي كده شويه، حرف العين خالص. ده الجزء ده بس اصلا ممكن يتعمل له فيديوهات لوحده، بس يعني احنا هناخده كده ايه سريعا.
يعني. طيب هنبدأ بقى، يعني العين من هنا هيبقى فيها ظل شوية، طبعا كنت قلت لكم اعمل لكم زاوية تانية، بس هي طلعت زاوية تانية للإضاءة، مش زاوية تانية للعين. عموما انا هنزل لكم صور لزوايا مختلفة للعيون عشان برضو تعرفوا ازاي العين نرسمها من الوضع الامامي الفيس، او اللي هو الجانبي البروفايل، او اللي هو التلات ارباع الوقار، ولو حركنا الوش لفوق لتحت للجنب زي الدرس التحريك برضو تقدروا تعرفوا رسمة العين فيه تبقى عاملة ازاي. احنا عايزين ان شاء الله نخلص الملامح حاجة حاجة، وبعد كده نرسم بقى بورتريه كامل، يبقى عرفنا كل الاوضاع بتاعته، عرفنا الملامح كل حاجة بتترسم ازاي، مش ناقصنا بقى اي حاجة. الخط ده اللي هو بيبقى الجزء اللي جوه العين، فهو هيبان طبعا ان هو لما يتلون البشرة حواليه. اوقات كمان الجزء اللي جوه العين ده بيبقى باين جزء زيه من فوق، يعني اوقات بيبقى من يعني واصل يعني من فوق كده العين كمان جزء، ده لو شايفين العين من تحت شوية. ممكن تعملوه ممكن لا، يعني دي حاجة حسب الزاوية بتاعت الرسمة بتاعتكم. زي ما قلت لكم قبل كده التسجيل مش عايز استعجال، عايز بالراحة وصبر ومزاج كده في الرسم، محدش بيتعلم من اول مرة ولا من تاني مرة. انا قعدت ادرس الرسم ده 5 سنين في الكلية بتاعتي، انا كنت فنون جميلة، ولغاية دلوقتي بتعلم، يعني لغاية دلوقتي في حاجات لا مش ضابطة معايا قوي، بحاول اتعلمها واحاول اجرب فيها، ومعرفش اعملها من اول مرة اجرب فيها تاني، ده مش عيب، بالعكس الغلط ان انا اقول خلاص انا بعرف ارسم مش محتاجة اتعلم حاجة، لا. كل ما بيبقى فيه كونتراست او زي تباين ما بين الالوان، الابيض في ابيض قوي في اسود قوي، كل ما الرسمة بتنطق. طبعا فيجي برضو ظل على الجفن ده، وبيبقى بقى اللي بيرسم بقى بدقة اكتر بيعمل بقى المسام بتاعة الجلد، ولو في تجاعيد قصة بقى تانية خالص، يعني برضو لو حابين نعملها مع بعض اكتبولي في كومنت ونعملها ان شاء الله فيديو لوحدها. طيب عشان ما نطولش اكتر من كده، اعتقد ان هي الفكرة وصلت لكم شوية، هي لسه طبعا محتاجة شغل كتير بس يعني اهو الى حد ما. فاضل لنا الرموش، انا كنت قلت لكم قبل كده ان احنا مش عايزين نستخدم
القلم السنون في الرسم، بس في اوقات لا هنحتاجه يعني في الرموش. الافضل انا عملته فوق بالقلم العادي بس يعني فرشت مني شوية، ممكن نعملها بالقلم السنون مش مشكلة طالما احنا عارفين احنا بنحط فين ومش هنضطر نمسح تاني. احنا قلنا مشكلة القلم السنون مش ان هو قلم سنون، لا ان مشكلته ان احنا لما بنمسحه بيسيب مكانه بيبقى باين في التظليل، لكن احنا لو عارفين احنا هنحط فين نستخدمه مفيش اي مشكلة. طيب الرموش بقى عاملة ازاي؟ يعني انا هوريكم بس هنا الاول، نقول لو دي العين بتاعتنا الرموش بتبقى الى حد ما شكلها عدل من هنا من النص، شكلها عدل كده وتبدأ تلف معانا، بتبقى طالعة من الجزء اللي هو رسمناه جوه العين ده، او حتى لو ما رسمناهوش بتبقى طالعة من جوه، بتبدأ ان هي ايه تلف معانا كده من الزاوية دي، ومن هنا برضو بتبدأ تلف معانا كده بس بتبقى طبعا اصغر. شايفين؟ طيب عشان تبقى حقيقية اكتر ما بنرسمش بس رمش، لا بنرسم الرموش متقاطعة مع بعض شوية، يعني فيها تداخل. بصوا كل ما بنعمل كده بتبقى شكلها حقيقي اكتر. طبعا الرموش البنت او لو حتى مسكرة او كده بتختلف عن الراجل، نفس الشيء برضو في الرموش اللي تحت، بتبقى من هنا لحد ما عدلة شوية، طبعا ندخلهم في بعض، وهنا تبدأ تلف كده وهنا تبدأ تلف الناحية التانية لغاية طبعا الآخر. هوريكوا بقى في العين بتاعتنا، ممكن تحددوا لنفسكم مكان، مثلا هنا هنا بدأت هنا العدلة اهي، تبدأوا تلفوا على الأساس ده. انا مثلا هعمل كده زي ما قلنا، بندخلهم في بعض شوية وبنسيب مسافات ما بينهم، يعني ايه انا عملت مثلا دي ورحت مدخلة فيها واحدة من هنا كده، طبعا انا السنون اللي معايا دي اتش بي، لو كانت اتقل كمان كانت هتبقى احلى كتير، مش هنحتاج ايه نتقل عليها كذا مرة. لازم تدخلات كده عشان تبين طبيعية اكتر. طيب انا هنا بس هستخدم القلم الثقيل معايا عشان زي ما قلت لكم الرصاص السنون ديت خفيفة، انا ده 4B تقريبا، هحاول ان انا ايه احافظه بقى على سحبة الرمش كده ان هي رفيع من فوق. ممكن برضو قلم مبري برضو شغال، مش لازم سنون.
هنحاول نغمق شوية فوق العين زي بشكل الدوائر كده، حاجة بسيطة بس في الجفن، جفن من فوق، ده بيبقى ظل الرموش عليه مش الايلاينر، ده الايلاينر ده يبقى حاجة تانية. هنعمل زي دوائر بسيطة كده، ده ظل الرموش على الجفن، هيديها برضو اكتر واقعية شوية. انا مش قادرة معملش تفاصيل، معلش سامحوني، بس ايه ان شاء الله نعمله بقى فيديو لوحده خالص بقى. بصوا فرق ازاي. ممكن كمان الاضاءة بقى بتاعتنا دي احنا هنتأكد ان هي نضيفة بقى تماما، مفيش اي حاجة جت فيها. طبعا لو في قلم جل بقى بنبدأ ندي لسعات هنا وهنا وقصة تانية. بس كده ممكن احنا الرموش دي نبدأ ندي انعكاس ليها جوه الاضاءة بتاعتنا نفسها، بيدي برضو شوية كده طبيعية شوية. انا كده يعني يعتبر خلاص كفاية كده. هنحاول نجرب، هنزل لكم صور لاشكال مختلفة، اوضاع مختلفة للعين، هنحاول نجرب فيها. الدرس الجاي ان شاء الله ناخد حاجة تانية من الملامح عشان نخلص كل حاجة، بحيث ان احنا نرسم البورتريه النهائي كامل على بعضه. يا رب يكون الفيديو واضح وسهل بالنسبة لكم، وما تنسوش لو في اي حاجه يا ريت تكتبوا لي كومنت تحت الفيديو، ولو عايزين محتاجين اي حاجه مفيش اي مشكله ان انتوا تبعتولي. مستنيه تطبيقات كل الدرس دوت، وما تنسوش اللي ما عملش سبسكرايب يعمل ولايك وشير للفيديو، وفعلوا الجرس يوصلكوا ان شاء الله بقى كل جديد. واشوفكم في فيديوهات تانية قريب ان شاء الله. طريقنا للاحتراف البورتريه، اشوفكم على خير. هسيبكم بقى مع الصور لأوضاع مختلفة لرسمة العين.